السلام عليكم، ركزوا معايا مزيان. نتوما دابا مباشره مع ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب، وافضل محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب، اواني شعيب. لا طوندونس عندنا هاد السيمانه هو هاد البراد اللي كنا كنبيعو ب 3600، رجعناه ب 110 درهم، الصغير ب 100 درهم، الموين 110، واللي كبر منه 2400، والكبير ديالو اللي كان كيدير 3600 رجعناه ب 2800. هاد البراد هذا واعر وبريستيج وخطير جدا. ولكن الاخوه اليوم غنرجعوا معكم لا بروموسيون ديال 50 درهم، سليله 1000 ريال، تفصيل 50 درهم، البانيه الدايره حتى هي كذلك 50 درهم، ربعات الباكيات ديال هاد الكيسان، ربعات الباكيات كل باكية فيها 6 ب 50 درهم، هادو جوج باكيات ب 50 درهم، هاد التويشية اللي كتشوفو هنا رجعناها فقط ب 50 درهم، كاين عندنا التبصيل المربع رائع جدا حتى هو 50 درهم، كاين عندنا هاد لي بلاطو واعرين، هذا اللي كيكون مضوبل وغليظ كنبيعو واحد ب 50 درهم، وهاد البريستيج كنبيعو ثلاثة ب 50 درهم. كاين عندنا كذلك لا بروموسيون ديال 1200 ريال، الكريبيير ديال 2400 رجعناها ب 1200 ريال، على سبعة تاهي رجعناها ب 1200 ريال، هاد التويشيات اللي كتشوفوا غتاخذوا ثلاثة ب 1200 ريال، وحدة جوج ثلاثة، ثلاثة ب 1200 ريال، حتى التويشية اللي كتشوفوا هنا ب 1200 ريال، وهاد اللعيبة حتى هي ب 1200 ريال، كذلك السيبور بزاج بريستيج حتى هو 1200 ريال، وكذلك التبصيل هذا او هذا البلاطو البريستيج حتى هو 1200 ريال. وكاين عندنا هاد الليمون على جوج حتى هما 1200 ريال، وحتى المربع 1200 ريال، وهاد التويشيه الواعره اللي كدير على برا 2400، اواني شعيب غيبيع عليكم ب 1200 ريال. وكاين عندنا كذلك التويشيه بالسيبوره ديالها ديال العطريه حتى هي ب 1200 ريال. ودابا غندوز معكم البروموسيون ديال 1400 ريال. قبل ما ندوز معكم لا بروموسيون ديال 1400 ريال، بغيت نقول لكم انتم الان مباشره من محل اواني شعيب البرنوصي، وهاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا دابا كاين حتى في القريعه وفي المحل ديال المدينه وفي الحي المحمدي. خليوني نعت لكم المحل ديال البرنوصي فين كاين. هذا هو اواني شعيب البرنوصي في مدينه الدار البيضاء، جينا مقابلين مع الدهر اللوراني ديال النيابه، البرنوصي كامل فيه نيابه وحده، حنا جينا مقابلين مع الدهر اللوراني ديالها وملاصقين مع استوديو ياسين. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام. هاد الصوت كاين حتى عند اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا اللي جا في الظهر ديال بنك المغرب، وحتى الحي المحمدي والقريعه بعد قليل غنعت لكم المحلات ديالنا فين كاينين. نكمل معكم مع 1200 ريال، 12 كاس ب 1200 ريال، حتى هاد الريشه 12 كاس ب 1200 ريال، ثلاثه ديال الليمول ب 1200 ريال، وغندوزو دابا ل 70 درهم، ركزوا معايا مزيان. ثلاثة ديال الكاسرونات ب 70 درهم واعرين تيتانيك. أي واحد بغى شي حاجة يركز معايا في الثمن ودير سكرين، راه اللي بغى يعمر الكوزينة ما عليك إلا بأواني شعيب. الناس كيجيو عندنا من فاس، من مكناس، من طنجة، من المغرب كامل، خصوصا في لي ويكاند وفي العطل. إذا أنت اللي كتشوف اللايف دابا، لك كنتي ساكن في كازا ومازال ما جيتيش عند أواني شعيب، ما غاديش نقدر نقول لك، ولكن راه كتصيد في بزاف ديال لي بروموسيون الواعرين واللي مازال ما خديتيهمش، بحال مقراش ديال الضو كيدير 1600 عوض 2600 ريال، ما كاينش الثمن في بلاصه واحده اخرى. بحال الهاشوار 3 ايترو وفيها بزاف ديال الماس، ملي تنقول لكم بزاف يعني الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وهاد الهاشوار فيها 1000 ديال لي واط، لا مارك كرافت كدير 5000 6000 ريال، وكاين اللي كيبيعها بروموسيون ب 4000 ريال 3600، حنا كنبيعوها 150 درهم، 3000 ريال فقط حصريا عند اواني شعيب. وقيلا غنكمل معاكم 70 درهم. هاد التويشيه اللي كتشوفونا
وريسكم الصغار ديالهم كنبيعوا 3 ب 1200 ريال، ولكن الكبار ديالهم كنبيعوا 2 ب 70 درهم، 2 ب 70 درهم، 2 ب 1400 ريال فقط. شوفوا معايا التفصيل شحال واعر. النمره 45 ديال البسطيله، الديسير زيد معايا اخويا، الدجاج زيد اخويا، واعر واعر صافي تبلوكيتي انت. الثمن ديالو 70 درهم. مره مره كنقرا التعاليق، لالا سعاد ظريفه بزاف في المدينه وريضه حتى هو، انا كنتقدم للمحل ديالكم مرحبا بك، اواني شعيب الاصل والباقي تقليد، جمجمو ولا تخممو، شكرا لك لينا، الله يحفظك ليا على هاد النويطه الواعره اللي عطيتينا. انا شوف واحد القضيه نقولها لكم وغنكمل معكم اللايف. نهار درت اللايف في عين دياب على قبل الفوز المنتخب الوطني المغربي، وتلاقيت مع دراري شباب مغربي ما كيتفرجوا لا فما المهمهم ما المهمهم حتى حاجه، وتقول لي يا خويا هذا اللايف تبارك الله في 2000 واحد كتشوف اللايف ديال من، كنقول لهم اواني شعيب، كيقول لي تحيه للوالده راه كتفرج فيك، يعني واحد الشهره كبيره الحمد لله، كتفرج كيعرفونا الكبار والصغار رجال ونساء، وبزاف ديال البنيتات ما كانوش مهتمين بالمعن، وبفضل اواني شعيب والمعن الزوين اللي جبنا والاواني الرخيصه اللي جبنا ولاو مهتمين بالاواني المنزليه. مرحبا بكم وهذا شرف كبير لينا. مقله صغيره كنبيعوها ب 50 درهم 18 سنتيم، ولكن اخويا الكبيره كنبيعوها غير ب 70 درهم، النمره 26 سنتيم 70 درهم. هذه ما بقاتش عندنا، بقات عندنا غير في المدينه كنقولها وفي البرنوصي، الثمن ديالها 1400 ريال، وكاين عندنا كملنا 50 درهم و 60 درهم و 70 درهم، مازال عندنا بزاف ديال البروموسيون. واحد القضيه بغيت نقولها، هاد المرايه كنبيعوها ب 20 درهم الوحده، شوف شوف 20 درهم، تخيلوا معايا هادي ب 20 درهم، وحنا كنبيعوا 3 ب 1200 ريال. حاجه وحده اللي بغيت نقول للكليان، راه قربت تقاضى غدا الجمعه، اللي جا السبت والحد وما لقاهاش عفاكم ما يتقلقش منا، وما يقولش الدراري اللي عندنا في المحل وكتبينوا السلعه وما كنلقاوهاش، لان العدد محدود، بيناها لكم والبارح والبارح واليوم وحتى غدا غتكون ديسبونيبل، السبت والحد كنظن ما غتقدرش تبقى. 1200 ريال الكبيره ديالها، شوف معايا الكبيره ديالها اخويا، شوف 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 معايا الكبيره ديالها، شوف معايا الكبيره ديالها شحال واعره، كنبيعوا 3 ب 2400 120 درهم 20 درهم 20 درهم 20 درهم. تبصيل كبير ديال الديسير 20 درهم، الموصول بالا 20 درهم، 3 ديال الطباسل ذهبيين صغار ب 20 درهم، حتى هادو 3 ب 20 درهم، حتى هاد الاوفال 20 درهم، ولكن 3 حتى هاد الكبار 3 ب 20 درهم، وحتى هاد الكاسرونات، هاد الكاسرونه واعر، عرفتي الكاسرونه شنو سميناها الكاسرونه اللي غتدخلي لولادك للكوزينه واخا يقشروا عليك ما يبقاش فيك الحال، حيت بزاف الزبناء كيشروا كاسرونات زوينين ب 70 درهم 80 درهم، كيجي ولدك يطيب ليها البيض كيقشر عليها كامله كتقاتل فين وقعت لك؟ كنت درت فورمه بغيت ندير في القليه وحركتها وشداتني في الصمت تجربه واعره، شدي بلاتي شديتي برمه، شديتي الوالده ديالك برمه بغيتها طيب في القليه حركتيها قتلاتك بالعصا بالصمت غاليه، هذه غير ب 20 درهم، ولكن اخويا هذه المقله واخا يخسر على ولده ما غتسلخوش لانها كديرها 400 ريال. تجيب واحد اخر، تجيب واحد اخر، وحده جات خدات 6، قلت لها علاش خديتي 6؟ قالت لي باش نخسروا الاولى نجبد لهم الثانيه. 6 ب 2400 120 درهم، قالت لي غيبقوا عندي واحد العامين. 20 درهم، هذه الكبيره 20 درهم، الكاغاف 20 درهم 20 درهم، 3 ب 20 درهم، 5 ب 20 درهم، 6 ب 20 درهم، 5 ب 20 درهم،
خمسة بعشرين درهم، جوج بعشرين درهم. والله العظيم إلا هادشي رائع جدا أخويا. الصغار ديالهم جوج بعشرين درهم، والله إلا جوج بخمسة وعشرين درهم. شكرا لك على عفون. واعر عجبتني دعفون يحيى، عجبتني دعفون. جوج بخمسة وعشرين درهم صراحة. كاين ما يدير الإخوان غدا الجمعة، غنحلو من العشرة الصباح حتى العشرة ديال الليل. أجيو تبرعوا ليا مع العروض، اللي بغى يعمر الكوزينة، اللي بغى يبدل الكوزينة، اللي كيعرف شي عروسة، اللي بغى اللي شرى الدار، اللي طلعوا ليها الماء عندي الكوزينة فراسها وبغات تبدل لا روتين وبغات تحيد الملل ديال ما بعد المونديال، تجي تفوج عند أواني شعيب، لأننا كنبيعوا معينات زوينين وبثمن واعر. مرحبا بك غدا الجمعة من العشرة الصباح حتى العشرة الليل، وحتى السبت من العشرة الصباح حتى العشرة الليل، والحد من العشرة الصباح حتى العشرة الليل. دائما السؤال اشنو هو النهار اللي غتجيو تقداو عند أواني شعيب؟ إخوان كل شيء شارك معنا، كتبوا لينا واش غتجيو عندنا الجمعة ولا السبت ولا الحد، كل شيء كتب في التعاليق. زيد 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 مرحبا بكم. طراب خمسين درهم، طراب ألف ريال، مقراج ديال الضو 1600 ريال، البانيني الكبيرة ديال الجرانيت 4000 ريال. علاش اخويا جاي كضحك؟ والو ها؟ تعرف واحد المقلة قلتي لها كاسرونة سبعة عشرة مرات. ها؟ هذيك قلت لها كاسرونة. حلف. وكنضحك عليا ملي كنت كتفرج في اللايف. أيوا هذا ديالي كنتفرج. وقلت كاسرونة. هذيك قلت كاسرونة وأنت حدايا ما قلتيش لي إلا راه مقلة. أجي نتايا. حتى أنت حدايا كنقول فيها كاسرونة وما قلتيش لي إلا هذه راه مقلة. نعتذر. لا الأخرى الأخرى. عفوا. مقلة مقلة قلت صحيح دابا كاسرونة مقلة. اشنو بغات تقولي؟ بغات تقولي كتقولي طيحوها زعما هادير واخا كطيح ما كتهرش. هذا هو المسج اللي بغيت توصل ليه. زيد اخويا زيد يلا لا جربوه ولا 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 تهرسات. جبد جبد نشوف. ولا تهرسات عرفتي؟ لا تهرسات تهرسات تخلصها. زيد ولا شحال؟ بسم الله. ملي عاودة عاودة عاودة. انت راه انت راه سكع نتايا. لا صافي تحيد هاد السكوعية. كانت حقوق الحرام هاد الكلمة اللي قلت يا سكع. عاود بلا شيطان راجل. مرحبا بكم الاخوان، كاين عروض زوينة. أواني شعيب كيرحب بكم. كاين عندنا ما يدار. كتبوا لينا في التعاليق النهار اللي غتجيو فيه. شكرا ديجا خديت عندكم بانيني كرافت وزوينه. مرحبا نوره غتجي عندنا نهار السبت، سميره غتجي عندنا نهار الحد. انا من فاس مرحبا بك. انا من فاس. مع الاسف انت موجود فقط في الدار البيضاء. كنديروا خدمه لا ليفريزون، كنديروا خدمه توصيل. بالعكس اي حاجه خاصكم مرحبا. نكمل معاكم لا بروموسيون. جوج ب 30 درهم، وهادو راه كيصلحوا حتى بلاطو. يعني هاد البلاطو بوحدو تقدروا تستعملوه، ديروا فيه الماء، ديروا فيه لي غاطو لي سواغين العيبات، وفي نفس الوقت ديروا فيه التويشيات. كنبيعوا فقط ب 600 ريال. جوج ب 600 على 6. عندنا على 5 فهاد البلاطو كدير 70 درهم، وعلى 5 في الخشب كدير 80 درهم، وعلى 6 فهاد البلاطو كدير 80 درهم، وعلى 6 في الخشب كدير 90 درهم. ترموسات جوج ب 100 درهم، هادو ديال الاستعمال اليومي. جوج ب 100 درهم. كاين عندنا كذلك واحد الموديل ديال 2600. انا دابا غادي نوري لكم ترموسات ديال 130 درهم. الشباب اعطيوني عافاك الله يرضي عليك. الريشو درنا ليه 100 درهم اينوكس، وهذا ب 90 درهم. عطيني العادي. هذا العادي ها هو الريشو. الريشو الريشو ب 90 درهم، وهذا 100 درهم اينوكس. نشوف اخويا الترموسات كيفاش غي نشوف. او رائع، مع هاد السنيشه من هنا، مع الدوغي من هنا، داكشي زوين. هاد لي بلاطو عوات 3600 كياخذوهم الناس ب 1600 ريال. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، ما شاء الله واحد واحد الاقبال كان على هاد لي بلاطو ماشي نورمال.
اي واحد كيجي يتقدى عند محلات اواني شعيب كيجي يهز هذا البلاط. انا بعض المرات كتكون عندي كاميرا لايف حيت عندي في التليفون ديالي كنشوف الكاميرا ديريكت كنكون في الدار ولا شي لعيبه اي كليانه كتبان لي هز هذا البلاط ما يمكنش. علاش؟ لان الثمن فيه رخيص بزاف. بلاطو كنا كنبيعوه بروموسيو ب 2600 وكان كيخرج لينا عقل لانه زوين وثقيل. اليوم كنديروا ليه 1600 ريال 80 درهم. انا ما فهمتش الناس كيهزوا ثلاثه واش كيبغيو يشريوا لصحابهم ولا فامي ديالهم ولا جاهم رخيص بزاف وقالوا لنا خذوا ثلاثه باش يبقى عندنا ديما. لان كاينين الناس كيبغيو بروفيتو في هذه القضيه. ثلاثه ديال بلاطوات فقط ب 1600 ريال. واحد ب 1600 ريال والله يجا دخلت تما غادي يبغي واحد ب 1600 ريال 80 درهم 1600 ريال واحد. لي تيرموس هما كيديروا 2600 كنا كنبيعوا 170 درهم. جوج تيرموسات ب 170 درهم دابا درنا لهم 130 درهم ودابا درنا لهم 130 درهم جوج ب 2600. الاخوان بغينا اي واحد كيشوف اللايف يعطينا جيم جمجموا لنا اللايف الاخوان. بغيت نقول لكم بعدا شكرا بزاف على اللايف البارح ديال الحي المحمدي لانه ما شاء الله كان واحد التفاعل كبير جدا. ندخلوا اللايف ديال الحي المحمدي تشوفوا التفاعل الكبير. انا دابا غنكمل معكم راه باقي بزاف ديال لي بروموسيون ما وريتهمش لكم. بقاو معايا الاخوان بقاو معايا ما تزابيوش. شوفوا اللايف البارح ديال الحي المحمدي هو هذا وهذا ما شاء الله 12000 لايك 12000 جيم وهذا الفيديو شافوا تقريبا 700000 واحد يعني قريب المليون. باش يكون كيشوفك مليون ديال الناس في المغرب فريمون بصح راه عندنا سلعه زوينه وفريمون بصح راه عندنا الجوده وفريمون بصح راه عندنا الاثمنه رخيصه. لان باش توصل للملايين ديال المشاهدات في فيديو واحد الا وبصح كيتيقوا فيك الناس بزاف وكيتفرجوا فيك الناس بزاف وكيتقداو عندك الناس بزاف. مرحبا بكم حتى نتوما اللي كتشوفوا دابا اللايف. لهذا غادي نقول لكم اي واحد كيشوف اللايف كلكم ديروا لينا هنا جيم جيم هنا جيم وبارطاجيو لينا اللايف. كلشي يعطينا جيم ويبارطاجي اللايف جيم والبارطاج. يلا كلشي جمجم لينا اللايف الاخوان. جوج طواجن ب 25 درهم حتى هاد الكبار كنبيعو جوج ب 25 درهم. شوفوا معايا هاد العواشق هادو درنا ليهم جوج باكيات ب 15 درهم جوج. يعني تقدر تاخد ست العواشق كبار وتاخد ست الفورشيطات ب 30 درهم جوج باكيات ب 30 درهم. كاين عندنا التواشيات كنبيعو ثلاثة ب 50 درهم ثلاثة ب 1000 ريال وحتى الصغيورين عليهم شويه كنبيعوا ثلاثه ب 1000 ريال. هادو الثمن ديالهم فقط 30 درهم 600 ريال وهادو كنبيعوا ب 20 درهم 400 ريال. الثمن ديال هادي درنا ليها فقط 45 درهم 900 ريال. المول الجرانيت درنا ليه 25 درهم 500 ريال. ثلاثه ديال الكاسرونه التيتانيك ب 70 درهم ثلاثه ديال الليمون قلب والضير والمربع ب 1200 ريال 12 الكاس ب 60 درهم. انا بغيت هاشوار مرحبا. وهذه الثمن ديالها 1400 جوج من هادو ب 1400 حتى هادو الكبار جوج ب 1400 حتى التبصيل ب 1400 1400 هي 70 درهم اللي ما كيعرفش للريال. حتى هادي ب 1400 ريال حتى هادو جوج ب 1400 ريال وبزاف ديال لي بروموسيون. الناس اللي كيسولوني على بانيني بانيني الاخوان الكبيره هادي الداخل ديالها غرانيت ب 4000 ريال. المقراش ديال الضو 1600 ريال اينوكس. التراب البانيو 100 درهم كيدير 3600. التراب مع ربعه ديال التويشيات ديالو ب 50 درهم فقط. لا مارك كرافت بزاف الناس كيشكروا لا مارك كرافت لاننا خدمنا بها العام اللي فات وما حشمتناش مع الكليان. الوغ اي واحد كيجي لمحلات اواني شعيب كيبغي ياخذ بانيني
ولا كيبغي ياخذ بلندر ولا كيبغي ياخذ هاشوار كيسول على لا مارك كرافت. الثمن ديال هذا الميكسور او هذا الطراب بالبانيو بالسيبورا 100 درهم. وشوفوا معايا مزيان وحلوا معايا عويناتكم، ميكسور وطراب وهاشوار وبانيو 150 درهم، 3000 ريال. ذكرهم اخويا، عافاك. اخويا ذكرهم، اخويا ذكرهم. في جوج اترو زيد، هذا فيه جوج اترو وفيه 2000 ديال لي واط، مقراج ديال الضو فيه 2000 ديال لي واط. علي اقبال كبير بزاف. اللي ما عندوش المقراج ديال الضو في الدار خداه مع اواني الشعيب، لانه كانوا كيلقاوه ب 2600 ب 3000 ريال، كان الثمن غير مشجع. مني كتلقى مقراج ديال الضو ب 1600 ريال كيشجع هادشي. وحتى التراب بزاف الناس كانوا كيشريو داك التراب ديال الميكا ولا ديال 260 اليداوي ب 300 400 ريال، مني لقاو ديال الضو ب 1000 ريال شجعتهم انهم يشرو يشريو التراب. الاثمنه، شوف شوف واحد القضيه، الاثمنه ديما كتشجع، فين ما كتلقى الثمن منطقي ريزونابل رخيص كيشجع الناس. واش هاشوار عباد الله؟ تخيل معايا انت غتشري هاشوار، غطحن لك اللحم، الكفته، الحوت، بصله، مطيشه، الربيع، الخضره، الثومه، البيض، التراب، كطحن لك هادشي كامل، واينوكس لان ديال الزاج يقدروا يكونوا كيتهرسوا، ديال بلاستيك ما زوينينش، ديال كاين الزاج وبلاستيك واينوكس، ولكن ديال اينوكس عمليه ما غتهرس لك، ما غيوقع لها حتى شي حاجه. فوق هذا الشيء كامل كدير 180 درهم 200 درهم 230 درهم، اواني شعيب كيبيعها ب 3000 ريال. وحتى هي لا مارك كرافت، يعني الثمن فريمون مشجع انك تجي. والجميل في الامر انها حصريا، عافاك حمزه بغيتك تستر لي على حصريا من التحت، لانني ملي كنقول حصريا كنهضر على المغرب من طنجه للقويره، ما كندويش على كازا. حصريا عند اواني شعيب ب 3000 ريال، يعني هذه اللي بغيتي تشري ب 150 درهم راه ما غتلقاهاش في بلاصه اخرى الا عند اواني شعيب. هاشوار كرافت جوجيترو اينوكس فيها بزاف ديال الماس، 150 درهم، وخصكم تجيو تسارعوا قبل نفاد المخزون، حيت بزاف ديال السلعه كتقدر تقاد. دائما اجدد الترحاب، انتم الان مباشره من محل اواني شعيب البرنوصي، دابا كندير معكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي. المحل ديالنا في البرنوصي غنعطيكم دابا اللوكاليزاسيون، هاد البلا هاد الحيط اللي مقابل معايا، هذا الحيط ديال الظهر ديال النيابه، نيابه البرنوصي. اي واحد سولتيه في البرنوصي قلتي ليه اواني شعيب اللي مقابل مع الظهر الوراني ديال النيابه غينعت لك، سواء كنتي في طريق ولا في لوطوروت ولا في عين السبع ولا في سيدي مومن ولا جاي من قنيطره ولا جاي من المحمديه ولا جاي من الرباط ولا جاي من المدينه ولا جاي من اي بلاصه، قلتي ليهم النيابه اللي اونفاس مع اواني شعيب غيجيبوك حتى لهنا. والناس اللي كيجيبغيو يجوا في التراموي راه الراس ديالنا ليه كاينه هنا 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 هنا، كاينه قهوه سفير معروفه في البرنوصي، حداها كاين التيرمينيز ديال التراموي ديال البرنوصي، كترجع مارشاريه شويه وكتطلع نيشان مع السوق النموذجي مع الجرده، كتلقى هنا اواني شعيب البرنوصي. كاين عندنا حتى اواني شعيب المحل ديالنا اللي في المدينه، المحل ديالنا في المدينه جا في الظهر ديال بنك المغرب. انا عافاكم غنعطيكم اللوكاليزاسيون لان بزاف الناس اول مره كيشوفوا اللايف، علاش مره كنعتو باش الناس اللي كيشوفوا اللايف اول مره يعرفوا المحل. عطيوني عافاكم واحد الاقل من دقيقه نعت لكم غير المحلات ديالنا فين كاينين ونكمل معاكم اللوكاليزاسيون. ما تخرجوش لانني مازال غنوريكم بزاف الهمزات هنا في المحل، مازال كاين ما يدار الاخوان، بقاو معايا الناس اللي عارفين المحلات سمحوا لينا. المحل ديال المدينه، هذه هي جرده الحمام، وهذا هو بريد المغرب، هنا دايز التراموي، هنا بنك المغرب. حنا جينا في هذه الزنقه اللي ورا بنك المغرب، ها هي هذه الزنقه سميتها زنقه طاطا، فيها السينما لوتوسيا
وفيها اوطيل المامون اواني شعيب المدينه جا وربنك المغرب في زنقه طاطا. غنعيط لكم من الجهه الاخرى، غندخل مع الزنقه من جهه البرنس. شوف هذا هو البرنس ديال كازا، قهوه لا شوب هي هذه، شتيها؟ هنا كاين اوطيل المامون هو هذا، ها هو المحل ديالنا اواني شعيب المدينه، هذا هو بنك المغرب اللي نعيط لكم قبيله. شتي هاد الزنقه سميتها زنقه طاطا اواني شعيب المدينه. راه هنا كاينه السين، هنا كاينه ايدن ايس، هنا كاين اوتيل حياه ريجينسي، وكاينه هنا كره ارضيه. شتوها كتبان ولا ما كتبانش هادشي؟ كتبوا لي هادشي واش كيبان. كتدخلوا مع هاد الزنقه هادي كتلقاو هنا اواني شعيب المدينه، اواني بشعيب الحي المحمدي جا في طلعه القيصريه، غتلقاو المحل على يديكم اليمين. اواني شعيب البرنوسي اللي فيه انا دابا هو هذا، هذا هو جامع طارق، كتفوتوا جامع طارق كتلقاو الفيروج، كتدوروا على الفيروج كتلقاو السوق النموذجي، كتطلعوا على السوق النموذجي نيشان، كتلقاو واحد الجريده على اليمين ديالكم. حنا جينا ورا هذا الفيروج الثالث، شوفوا معايا مزيان، اواني شعيب البرنوسي هاهي الدار الثالثه، مقابلين مع النيابه. هاي هاي بقاو معايا، انا هنا مباشره دابا، هنا هنا جامع طارق بقى لتحت، كطلعوا معايا الشارع هذا، الدار الاولى الثانيه الثالثه، ها هو المحل. جينا مقابلين مع الظهر اللوراني ديال النيابه، الا جيتو من لاطوروت كتجيو من هنا. وكاين كذلك اواني شعيب القريعه حدا الرونبوا ديال مالي البونج ديال دولي دول معروفه، اوائل الرونبوا ديال مالي البونج معروفه، سولوا على اواني شعيب. ها هي الرومبوي هادي، الرومبو ديال القريعه. هنا كاين المحل ديالنا تحت من الدار الحمراء، وكاين حتى اواني شعيب الحي المحمدي، هذا هو المحل ديال اواني شعيب الحي المحمدي دو. عندنا جوج محلات، مقابل مع قهوه تيتانيك، ومقابل مع ستاسيون توتال، ومقابل مع دوره المذاكره. وكاين حتى خدمه التوصيل، الناس اللي كيشوفوا هاد السلعه وعجباتهم دابا، اللي عجباتو شي حاجه الاخوان يتواصل مع هاد الارقام 06 05 09 05 98 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. هاد الارقام الاخوانيه اللي غتواصلوا معاها باش السلعه ديال اواني شعيب توصلكم حتى للدار. يلا كلشي عطينا هنا جيم جيم، وبارطاجيو لينا اللايف، جيم وبارطاجيو لينا اللايف الاخوان. يلا كلشي بارطاجي لينا اللايف، بارطاجي لينا اللايف الاخوان، دعموا هذا اللايف ديال اواني شعيب، ديروا جيم والبارطاج، واجي نكملوا معكم لا بروموسيون، بقاو معنا ما تزابيوش. واحد القضيه عفاكم بغيت نقولها لكم وما تقلقوش مني، هاد البراد هذا راه العدد محدود جدا، راه اللي كيتسنى حتى السيمانه الجايه ولا كيتسنى حتى راه الشهر، كاين احتمال ما يبقاش. علاش؟ لان هاد البراد فيه لو ستوك محدود، هذا كنا كنبيعو ب 2600 رجعناه ب 100 درهم. براد فيرزاتشي واعر 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 خطير، شوف مذهب، والكاليتي ديالو زوينه، الدوري ديالو ما كيخسرش، الثمن ديالو 100 درهم. واللي كبر منه درنا ليه 2200، كنا كنبيعوه ب 3000 ريال بروموسيون، ماشي الثمن ديالو، لا بروموسيون 3000 ريال، اما هو راه كيدير كسر، كنا رجعناه ب 110 درهم. والكبير ديالو في اربعه القياسات، هذا كنا كنبيعوه بروموسيون 170 درهم، لا كنا كنبيعو 180 ياك فكرني، 180 رجعناه ب 2400، 120 درهم. والكبير ديالو كنا كنبيعوه ب 200 درهم 190 درهم، رجعناه ب 140 درهم، 2800 ريال. غتلقاوه متوفر في جميع محلات اواني شعيب، اللي عجبو هاد البراد يدير سكرين باش الا جا للمحلات ديالنا يوريه للوليدات اللي عندنا، يوريه ليهم يقول لهم عافاكم راه عجبني هذا البلاطو ومرحبا بكم. كاين عندنا كذلك الاخوان، جبنا لكم واحد المفاجاه واعره، زيد زيد زيد، ارى لي اخويا ارى لي هذا الميكسور هذا اينوكس جبدوا لي. شوف
كاين عندنا ميكسور لا مارك إليت، إليت ميكسور وهاشوار ودراب وبانيو لا مارك إليت، حتى هي من لي مارك اللي معروفه في المغرب في الاواني المنزليه. لا مارك إليت من لي مارك اللي ما شاء الله حتى هي كنخدموا بها انا مني عقلت على راسي كنعاون الوالد مني كنت صغير قبل ما نكون في الدومين ديال المعان، وانا كنشوف هاد لا مارك إليت في لي بانيني في لي هاشوار، حتى هي ماركه زوينه. جبنا لكم هاد المره في هاد لو باك هذا اللي فيه ميكسر وطراب وهاشوار وبانيني، غنحسبوها لكم فقط، غنقصوا لكم في الثمن لانه داروا معنا بروموسيون واعره على قبلكم، درنا ليها 150 درهم 3000 ريال. يلا تبرعوا ليا مع راساتكم، ديروا سكرين اللي بغى لهذا الباك هذا ب 3000 ريال، يدير سكرين باش الى جا المحلات ديالنا يجبدوه ليه. او شوف 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 داكشي كيبان كيخلع، شوف شوف هاد الميكسور شحال واعر، كله اينوكس كامل كله، ومخدوم بطريقه واعره فريمون خطيره بالبانيو ديالو. هذا نورمالمون كيدير 230 250 درهم، راكم كتسولوا وكتخرجوا لمراكش التجاريه وكتعرفوا الاثمنه ديال هادشي، ما غاديش انا نجي نقول ثمن اللي ما كاينش، هذا هو الثمن ديالهم 230 250 200، حنا غنحسبوا لكم 130 درهم فقط، 2600. ديروا سكرين عافاكم 2600، حتى هو لا مارك إليت، إليت كنخدموا مع هاد لي مارك إليت، وكاين عندنا كذلك لا مارك كرافت. دائما اجدد الترحاب، انتم الان مباشر. او بلاطوات بلاطوات ام اخويا، شوف 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 لي بلاطو شحال واعرين، الثمن ديال هذا 80 درهم، زواقة واعرين، الوان خطيرة. هذا 100 درهم اخويا، لا لا لا، هذا الاينوكس لا الاينوكس 2600، هذا هو اللي ب 100 درهم، هذا شد معايا فحال هكا، واش شتي دابا انت بديتي كتزيكزاكي، ارى ليا هذا الموديل هذا اللي ما فيهش الاينوكس كامل، هذا اينوكس كامل 2600، واللي ما فيهش الاينوكس كامل كيدير 100 درهم. الاخوان اللي بغى يعمر الكوزينه، اللي بغى يعمر الدار، وباغي نعمر الدار اللي بغى يعمر الدار، عندنا ارخص الاثمنه في محلات اواني شعيب همزه واعره، دي بروموسيون واعرين. ما تنساوناش بجيم جيم والبارتاج معنا تينغر، تينغر تحيه كبيره. يلا الاخوان الناس ديال تينغر، الناس ديال كازا فينكم؟ واحد التحدي ديما كنقول، ديما كنسولهم وكنقول لهم شنو هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه، تنسمعوا كازا الرباط مراكش فاس، دابا غنقول لكم شنو هو اكثر حي متواجد معنا بقوه في هذا اللايف، وكنوعدكم ان شاء الله اكثر حي متواجد معنا بقوه نحلوا فيه محل ديال الاواني شعيب. يلا اش بغيتو كي جاكم التحدي، كتبوا لينا في لو كومونتير الحي اللي كتسكنوا فيه، يلا كتبوا لينا في التعاليق، كتبوا لينا في التعاليق، كتبوا لينا في التعاليق اكثر حي متواجد معنا بقوه في كازا، سباتة، برنوصي، مدينه الرحمه، الولفه، حي الحسني، عين الدياب، لساسفة، سيدي معروف، درب سلطان، السلمية، كتبوا لينا في التعاليق. زيد 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 زيد، مقراز ديال الضو 1600 ريال، الطراب 1000 ريال، مقراز بالبانيو، الطراب بالبانيو 100 درهم، وهذا 100 درهم. هاد الباك قلنا الثمن ديالو 3000، بلاندر الاخوان كاس اينوكس 230 درهم، اميرة زوجي كتقول لك اسيدي سلعتكم زوينة والله يعمر دار فراسكم، اقسم بالله العلي العظيم راه الناس اللي تيكونوا زعما معروفين في هادشي ديال السوشيال ميديا وتيكونوا معروفين في مواقع التواصل الاجتماعي وتيكونوا عندهم محلات وكيجيو الناس يستافدوا من لي بروموسيون
وتكونوا دائما عندهم لي سولد. ركزوا معايا، ديما تكون عندهم بزاف ديال الانتقادات، تكونوا ناس كيريكلاميو عليهم. وكاينين مراكز تجاريه ما شاء الله كبيره في المغرب، وكندخل انا للجروبات وكنلقى الناس كينتقدهم، اما ما كيتعاملوش مزيان، اما ما كيرجعوش لهم، ما كيرجعوش لهم ديك درهم، المهم لي ريكلاماسيون ولا كيلقاو الحاجه تقادات ولا المهم ما ندخلش في التفاصيل. اواني شعيب كنقرا غير لي كومونتير الزوينين، قراو التعاليق. شوفوا انا كنتقدى عندكم ديما من البرنوصي وسلعتكم كلها زوينه، شكرا. زيد 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 تعاليق زوينه، كتبوا لينا تعاليق زوينه مشجعه، مرحبا بكم. اينوكس 100 درهم، الهاشوار 3000 ريال، الطبيصلات 6 ب 20 درهم، 6 ب 400 ريال، وهادو غنبيعوا لكم 3 ب 20 درهم. معنا نوره من اناسي، معنا عبدو من عين حروده، كنقرا التعاليق ديالكم. معنا ام حمزه من عين السبع، معنا ام ياقوت من سباته، معنا حسنه من بوسكوره، معنا ايمان من الرحمه، معنا صفاء من بوسكوره، معنا رانيا لا رانان من الرحمه. احسن حاجه الى درتي لينا محل في عين السبع، ونزل عين السبع قريب لكم البرنوصي من اليسر ديالكم، أقرب لكم الحي المحمدي من اللي من ديالكم، أقرب لكم المدينة من الجناب ديالكم. بالعكس هما نازل العين السبع محظوظين، لأن ثلاثة المحالات ديال أواني شعيب دايرين بكم. البرنوصي طاكسي حمر بثمانية دراهم، الحي المحمدي طاكسي حمر بثمانية دراهم، والمدينة طاكسي واحد بيض بخمسة دراهم يحطكم حدا المحل ديال أواني شعيب. قلنا لكم هادو 50 درهم كنا كنبيعهم ب 1400، 70 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم. هادشي اخويا راه كيدوخ. أربعة الباكيات بخمسين درهم، خمسين درهم كبير وذهبي، تا هو خمسين درهم، ثلاثة ديال البلاطوات بخمسين درهم، حتى هاد الزواقة ثلاثة بخمسين درهم، حتى هادو ثلاثة بخمسين درهم. هاد لي بلاطو 50 درهم، هادو جوج باكيات ب 50 درهم، وهادو ربعات الباكيات ب 60 درهم، حتى هادو ربعات الباكيات ب 60 درهم، حتى هادو ربعات الباكيات ب 60 درهم، حتى هاد الطوار ربعات الباكيات ب 60 درهم. هادو كنبيعو ثلاثة بستين درهم، حتى هادلو اللي بالرجيلة ثلاثة بستين درهم، هاد الموديل واعر كبير بستين درهم، هاد الكوبا بستين درهم، هادو ثلاثة بستين درهم، حتى هادو بستين درهم، جوج ديال الليمول بستين درهم، حتى المربعين بستين درهم، باك ديال العواشق فيه 24 بياسه ب 60 درهم، هاد الباك على 4 ب 60 درهم، الكريبيير ب 60 درهم، المقلاه على 7 ب 60 درهم، ديال العطريه ب 60 درهم، ثلاثه ديال المقالي ب 60 درهم، فريت توزه ب 70 درهم، جوج مقالي ديال البغير واعرين لا مارك تيتانيك ب 70 درهم، جوج طباصل بليد الدين ديالهم 70 درهم، حتى هادو ب 70 درهم. فراسك في هاد اللحظات عرفتي كومونتيرات واعرين فراسكم، لي كومونتير ديالكم الدراري ديالنا كاملين كيقراوهم. واحد السيد، واحد الدراري
كيخدموا معانا تقولوا لنا ملي كنسمعوا كلمه طيبه من عند الزبناء كنفرحوا وكننشطوا وكيحببونا في الخدمه وكيعطيونا الطاقه الايجابيه الزوينه، سواء في لي كومونتير ملي كتكتبوها سواء ملي كتقولوها لهم اون فاس مباشره. قراو التعاليق. الهام من تورينو ايطاليا، كل شيء زوين الله يحفظك. هذوك التباصل ما عرفش علاش كتهضري التباصل، شي تباصل بين دابا. فتيحه ياسين، اش من التباصل كتهضري عليهم؟ احسن حاجه انك تجي لطنجه، مرحبا. ما شاء الله اسماء كتقول ما شاء الله اثمنه في المتناول. حنا كتقول تبارك الله خويا ديما الجديد. ام حمزه كتقول بعيد عليا ديال البرنوسي، انا قريب ليا حدا مرجان عين السبع. مرجان عين السبع هو هنا قريب، تقدر تجي على رجلك، عندك 25 دقيقه. انا شريت من عندكم من الحي المحمدي ومن القريعه ومن المدينه، انا في الرحمه وكنتمناو تجيو عندنا للرحمه الله يخليك. سعيده كنتمناو نحقوا لك هذا الطلب اللي كتبتي دابا، كتقولي لينا كنتمناوك انك تجي عندنا الرحمه ان شاء الله. حنا دائما كنلبيو الطلبات ديال الزبناء ديالنا. اصلا شعيب الله يعمرها دار، القلب الكبير عنده الخاطر لاي واحد. شكرا مايا، ما عرفتكش ولكن شكرا لك بزاف على الكومونتير. فاطمه كتقول تبارك الله عليك، تقدينا من عندك البارح داك الشيء واعر بزاف، شكرا. انا جيت للبرنوسي من تينغر، مرحبا. تبارك الله عندكم. قراو التعاليق، انا التعاليق اللي كنقرا هنايا كتعطيني الطاقه الواعره. الدريسيه كتقول لك سيدي انا من مدينه الحسيمه ودرت اكثر من 4 ديال لي كوموند، والسلعه زوينه ما شاء الله، والثمن اللي في اللايف هو اللي كاين. وشكرا لاختي كريمه، المحل القديم ديال البرنوسي، شكرا لك على التعامل الزوين واتساع الخاطر. واجب 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 اننا نكونوا ظريفين معكم ونكونوا كنتعاملوا معكم مزيان، لانكم كليان ديالنا وزبناء ديالنا. شوفوا معايا هاد اللعيبه كدير 80 درهم 50 درهم 1200 1200 130 درهم الفراقه الملكيه الواعره، حتى هادي 130 درهم 90 درهم 1800 ريال 45 درهم 50 درهم. ها هو البريستيج، انا داير لكم مع البريستيج. يلا نشطوا لي مع راساتكم، نشطوا لي مع راساتكم. يلا انا جاي البريستيج، يلا زيد، يلا كلشي جمجم لينا اللايف. انا داير مع البريستيج، يلا 120 درهم الموين ديال الكاج، 150 درهم الكبير اللي كيدير 400 درهم، درنا لي 190 درهم وهذا ب 100 درهم، هادي درنا لي 40 درهم 60 درهم 70 درهم، والكبيره ديالها درنا لها 90 درهم. الفراقه الملكيه 2600، المقص الذهبي 20 درهم، هاد لي بلاطو واعرين درنا فيهم ثمن زوين. واحد بعناهم كومبلي صراحه، لان ملي كيتباعوا مفرقين كيجيو شويه طالعين، واللهم قلنا تستافدوا منهم كومبلي. واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال البلاطوات درنا ليهم عوض 400 درهم، درنا ليهم 290 درهم. يلا تبرعوا ليا مع راساتكم، غير اللي ما بغاش يشري البلاطو هذا ديروا فيه لي كاطو، هذا ديروا فيه شي تويشية، هذا ديروا فيه براد وكيسان ديالو، الكبير ديالو تاهو ديروا فيه براد وكيسان ديالو. الثمن ديال هادشي كامل 5800 باك، ولكن ها هو لا طوندونس. ها هو شوفوا 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 لي الطوندونس الاخوان، طوندونس. انا فرحان بزاف لاني كنبيع لكم هاد البراد ب 100 درهم. انا سعيد جدا لانه كان كيدير 2600 ورجع. انا كنلقى البليزير ديالي ملي كنقص الثمن، ومني كان فراسكم واحد القضيه، ملي كنهش ارتيكل زوين وكندير فيه شي بروموسيون واعره وكنبيعو، اقسم بالله كنلقى فيه النشوه ديالي.
فين ما كنجيب شي حاجه زوينه ورخيصه ولا شي حاجه كنقص ليها في الثمن كنلقى لوب كنفرح. انا كنفرح قبل ما تفرحوا نتوما، نتوما اللي كتفرجوا في اللايف قبل ما تفرحوا كنفرح انا بعدا. ديالي يلا كنقلب عليها. ارى لي طاحت لي 200 درهم، ارى لي اخويا 200 درهم ديالي. يلا كنقلب في جوباجي تنقول 4000 ريال ما عرفت فين طاحت لي. حط برافو عليك لقيتها وجبتيها لي ولا خفتي من الكاميرا؟ لا لا ظريف درويش شكرا لك ندور معك منه. يلا 2600 ريال قلت لكم الاخوان كنلقى لو بليزير ديالي صراحه مني كنقص في الثمن وكنفرح بزاف. انا كنفرح يعني هذا رجعناها ب 100 درهم والله العظيم انا فرحان بزاف. وهذا البراد هذا كاين حصريا عند اواني شعيب حتى هو، وسعيد جدا لانني كنبيعو ب 100 درهم 2200 2400 والكبير ديالو 140 درهم. كاين عندنا التويشيات تا هما واعرين هادو عاوتاني لا كلاس ديال لا كلاس اللي بغا عاوتاني الكلاس والخشبيه مع البورسولين وداكشي موديرن وزوين هادو كيديروا 180 درهم درنا لهم 90 درهم 1800 ريال فقط. وهاد الموديل راه ما بقاش عندنا في الكحل بزاف، اللي باقي ديسپونيبل عندنا هو البيض ديالو كيدير الثمن ديال هذا 2400 120 درهم. وعندنا الكيسان وعندنا الترموسات وعندنا المقارج وعندنا البرارات وعندنا العشوارات وعندنا الكوكوطات وعندنا لي بانيني وعندنا الطباصال. نعم كلشي كاين. الناس كيجيو تقداو كيجيو فرحانين ياك كيفرحوا بلا والله العظيم. انا كنشوفهم اقسم بالله العلي العظيم ما كنبغيش نحلف صراحه. الا كيجيو شي كليان دابا كاين شي وحده اللي غتسمع هاد الهضره يقول لك ماش كيبيع كاع ولاش، راه كاينين عيالات كيموتوا على الموال كتحماق وكتسطى كتجي كتاخذ كيسان زوينين وكتاخذ شي فراقه وشي ترموسات وكتمشي ناشطه كتبان لك خارجه مع الباب والفرحه مرسومه لي على وجهها. والله الا فرحان بزاف لانني كنرسم البسمه على وجوه الزبناء ديالنا. ولا ما تيقتوش كتبوا لينا في التعاليق اللي كياخذ المعن وكيفرح يكتب انا. يلا كتبوا لينا في لو كومونتير اللي كيشري الاواني المنزليه زوينين ورخاص وكيفرح اكتب لي انا في لو كومونتير. يلا غنتسنى التعاليق ديالكم. وحده جات من اكادير وحده جات من وجده فاقت مع الخمسه الصباح صنقات على راجلها قالت لي دابا اواني شعيب وجات وتقداش ورجعات من وجده. وحده راه تلاقيت معاها من مراكش اقسم بالله تا واخد اوطيل هذاك اوطيل المامون مع كنبقى نقول لهم اوطيل المامون ولا كيجيو ليه نيشان كيجيو كيريزيرفيو في لوطيل كيباتوا فيه كيجيو يتقداو كيضربوا دويره في كازا حسن الثاني موروكومول مارينا حيت ما شاء الله كازا فيها ما يدار واخا مدينه اقتصاديه وداك الشيء ما كاين فيها من لي مول كبار موروكومول زوين مارينا حسن الثاني كاين ما يدار كيجيو كيدورو كيجيو عند اواني شعيب. شوف سولت واحد السؤال قلت لهم شكون اللي كيفرح ملي كيتقدى المعن؟ خديجه قالت انا، لطيفه قالت انا، زهره قالت انا، ماجده قالت انا انا انا. شوف قراو التعاليق. كريم كتبات انا خويا ما شاء الله مرحبا. اخوان قبل ما نكمل معكم لا بروموسيو بغيت نعت لكم المحل ديالنا فين كاين باش اللي بغى يجي يقصد اواني شعيب. حنا دابا كنتواجدوا في البرنوصي، هذا هو حي البرنوصي. كتعجبني هاد الجريده كيعجبني انا لي سباس فيغ. وبهاد المناسبه كنقول تحيه كبيره للسلطات ديال جماعه البرنوصي على هاد المنظر الزوين وهاد لي سباس فيغ الزوينه وهاد الجريده الزوينه اللي مهلين فيها. اللي كيعرف شي واحد في جماعه البرنوصي يقول لي اواني شعيب كيقول لك ديديكاس تحيه. هذا هو البرنوصي شوه، هذا هو اواني شعيب، اواني شعيب البرنوصي، اواني شعيب البرنوصي. جينا مقابلين شوفوا مزيان مع الدار اللوراني ديال النيابه، هذه هي النيابه ديال البرنوصي، هذا هو الحيط ديالها وملاصقه معاها مدرسه الطريق. شتوها الا كنتو جايين من لوطوروت راهي لوطوروت ديزا من ليه
كتدخلوا من هنا كتطلعوا مع الجامع وكتدوروا مع الزنقة وكتلقاو أواني شعيب البرنوصي هنا، كتقدروا تستاسيونيو هنايا وتقدروا تستاسيونيو حتى في الشارع هذا كله مسموح فيه ستاسيونمون. اللي جا مع راجلها ولا شي واحد وما كيبغي يبقى يتسنى في الطوموبيل، هاد البلاصة كاملة مسموح فيها لا ستاسيونمون هنا في البرنوصي. وإلا كنتو جايين من لوطوروت هادي الطريق وإلا كنتو جايين من جامع طارق، راهو جامع طارق بقى على اليسر، كتطلعوا مع هاد الجردة هادي كتلقاو أواني الشعيب البرنوصي. شوفوا اللي جا من بلاصة أخرى اللي وصل البرنوصي سول على النيابة ديال البرنوصي، هاد الحوانت كلهم كيعرفوا أواني شعيب. سول ما تلفش، اللي عنده فمو ما يتلفش. أواني شعيب المدينة جينا في الدار ديال بنك المغرب، كاينة جردة الحمام مقابل معها بنك المغرب، حنا في الدار ديال بنك المغرب. أواني شعيب قلنا بنك المغرب، أواني شعيب المدينة ورا بنك المغرب، أواني شعيب الحي المحمدي. عندنا جوج محلات اللي في الطلعات القيصرية واللي مقابل مع دورة المذاكرة، وكاين أواني شعيب القريح حدا الرومبو ديال مالي البونج. ما بغيناش تقلقوا منا لأن هاد المرايات عدد محدود جدا، اللي غيجي غدا هو اللي غياخدهم. 1200 2400 ما بقاوش، كنظن ما بقاوش في الحي المحمدي وما بقاوش في، ما عرفتش واش باقيين في القريعه ولا لا، ما عرفتش واش باقيين في، المهم باقا شي حاجه قليله في البرنوصي وباقا شي حاجه قليله في المدينه. غدا مرحبا بكم باش انكم تجيو تستافدوا من هاد لي بروموسيون زوينه. الجمعه والسبت والحد كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 الليل. وبغيت نقول لكم باللي نتوما الان مباشره من عند اواني شعيب ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه. اللي بغى المعن ما عليك الا باواني شعيب الاخوان. 3600 مرحبا بكم، ديروا لينا هنا جيم، جمجموا لينا اللايف الاخوان، كلشي يعطينا جيم والبارطاج، جيم والبارطاج. يلا زيد 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 زيد. شوف شوف شوف، انا جميع المحلات كندور عليهم السيمانه كامله. مرحبا بك لالا، مرحبا بك. يلا زيد عطيونا جيم وبارطاجوا لينا اللايف. يلا زيد الاخوان، 51 دقيقة وحنا طالعين اللايف، غنزيدو 3 دقائق نديرو معاكم جولة طيارة ونحبسو اللايف. زيد زيد زيد. هاد الكبار 3 ب 60 درهم، الصغار 3 ب 50 درهم، الكراف الكغاف 400 دريال، هادو كنبيعو جوج ب 30 درهم، على 6 ب 80 درهم، وعلى 5 ديال الخشب ب 80 درهم، على 6 ب 70 درهم 30 درهم، طاجين جوج ب 25 درهم، لي بونبونيغ جوج ب 30 درهم، الكاس فيرزاتشي 25 درهم، هادو جوج باكيات ب 30 درهم، جوج باكيات ماشي وحده، جوج طواجن ب 25 درهم، 3 ب 1000 ريال 30 درهم، 3 ب 60 3 ب 30 درهم، 3 ب 50 درهم 25 درهم، ترموسات 100 درهم، ترموسات المقراش كيبدا من 80 درهم 90 درهم 100 درهم 110، وعندنا موديل اخر زيد عليه ب 10 دراهم، 3 ديال المقالي جرانيت ب 190 درهم، 3 ديال الكاسرونات 190 درهم 1000 ريال. كاين عندنا هادو تاهما واعرين، شوف شوف شوف، هادو كيبداو من 120 درهم بالغطا ديالهم لا مارك تيتانيك، واعرين هادو كيطلبوهم الناس بزاف، كيطلبوهم الناس بزاف. نقول لكم علاش، كلكم عارفين هاد لا مارك ديال الباطو معروفه تيتانيك، عندها الخدمه واعره والسلعه زوينه تيتانيك. ثانيا كتقدر تحطها فوق البوطه ولا ساليتي كتبقى بحال الطبسيل، كتقدر تاكل فيها كطيب فيها اي حاجه. 120 103 عرفتي بحال شي زاجه تخشات لي هنا انايا. زاجه صغيره ورا قست شي حاجه فيها الزاج، شتا شتا سمر سمر اي شي زاجه ياك. حيت بدا الدم هذا ما عرفتش كيفاش قاستني الزاجه، اش كنقصها هنا واقيلا شي حاجه تهرسات وقصش. سمر سمر باش تحيد هذاك الدم اللي تقدر تخرج معايا. صافي خليها تنسالي تنسالي. 400 دريال عندي لا الكول 20 درهم، 3 ديال الكاسرونات ب 70 درهم، 1200 طرسين نمره 45 ب 70 درهم، هادو كنبيعو جوج ب 70 درهم، المقله النمره 26
بسبعين درهم، وجوج من هادو بسبعين درهم، هادو الثمن ديالهم 400 400 400 3 ب 400 6 ب 400 400 400 جوج ب 400 5 ب 400 6 ب 400 بلاطو ب 400 5 ب 400 جوج ب 25 درهم، جوج ب 20 درهم، بلاطو 100 درهم، المرايا 2400، وهادي ب 1200 ريال. صراحة العجانة، كاين العجانة، كاين البانيني، كاين الهاشوار، كاين اللي بلاندر، أي حاجة بغيتوها في الأواني المنزلية. أنا نصيحة اللي غادي نقول لكم، مرحبا بكم، شوف هادو ب 2400 120 درهم واعرين، كاين الكحل ديالهم وكاين الأبيض ديالهم. أنا كنصح أي واحد بغي يتقدى الأواني المنزلية، مرحبا بكم في محلات أواني شعيب، كاينين عروض زوينة، كاين عندنا البراد، ترموس، بزاف ديال اللعيبات ما وريتهمش لكم. شوف هاد البراد هذا كيدير غير 80 درهم 90 درهم 100 درهم. كاين عندنا لي بلاطو، لي بانيني، لي هاشوار. اي واحد كيشوف اللايف راه الجمعه والسبت والحد، كنحلوا من 10 الصباح حتى ل 10 ديال الليل، كنحلوا يوميا. هاد العروض ديال لي بروموسيون غتبقى ان شاء الله على طول الشهر، هاد السيمانه وحتى السيمانه الجايه عامره بالعروض. حاجه وحده اللي كنقول لكم، ملي كنوريكم شي عروض كنقول لكم سارعوا قبل نفاد المخزون. علاش؟ بحال دابا هادي فيها بروموسيون، هادي غدا تقاده 3 ايام وهي عندنا ما غتبقاش، يعني ما يجيش عندنا شي واحد السيمانه الجايه ويقول لنا لا شفتها في اللايف كتكذبوا علينا. هادي فيها العدد قليل، يعني جبناها البارح والبارح والبارح واليوم، غدا تقدر تبقى، تقدر تقادا غدا 1200 2400. احنا كنقولوها وكنعاودو نقولوها، اشنو اللي قرب يتقادا؟ اشنو اللي قرب يتكينا؟ هي العجانه، العجانه 4 يطرو ب 450 درهم ياك، ما بقاتش. الكوكوطه كتبدا من 3000 ريال، جوج يطرو 3 يطرو 3400، 4 يطرو ب 4000، و 5 يطرو ب 4600، و 7 يطرو ب 280 درهم، و 9 يطرو ب 320 درهم. هادي كيدير 2400، عندنا الكحل ديالو، عندنا البيض ديالو، عندنا هاد البلاطو واعر كنبيعو جوج ب 99 درهم، هذا ديال الميطال، بزاف الناس جاو خداوه، الثمن ديالو جوج ب 99 درهم. مرحبا بكم الاخوان، نخليوكم تمشيو تنعسوا باش تلقاو شي وقيته غدا اللي تجيو المحلات اواني شعيب، وحتى نتوما تستافدوا من هاد لي بروموسيون اللي كتشوفوا، حتى نتوما تستافدوا من هاد العروض اللي كتشوفوا. هاد الصوت اللي كتشوفوا دابا كاين هنا عند اواني شعيب البرنوصي، المحل ديالنا اللي مقابل مع الدار الوراني ديال النيابه، كاين حتى عند اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا جا في السونتر فيل ديال كازا ورا بنك المغرب اللي حدا جردة الحمام. اللي وصل حدا جردة الحمام يسول على اواني شعيب، اللي وصل حدا كرة ارضية يسول على اواني شعيب، اللي وصل لبرانس يسول على اواني شعيب، البلايص كلهم قراب لينا. حتى الحي المحمدي عندنا جوج محالات، اللي في الطلعة ديال القصارية واللي في دورة المذاكرة، والقرية حدا الرومبو ديال مالي البونج. حتى خدمة لا ليفريزون كنديروها، خدمة التوصيل حتى هي كنديروها. إلا بغيتو خدمة التوصيل غتواصلوا مع هاد الأرقام هادو، 06 05 09 96 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. ما تنساوش الإخوان دعمونا بلي جيم. أي واحد شاف هاد اللايف الإخوان يعطينا هنا لايك، جيم جيم، وبارطاجيو لينا اللايف، جيم والبارطاج. عندي واحد السؤال عفاكم، شكون هو الطاجين اللي عجبكم وبغيتو نبقاو نجيبوه هدوما ديما؟ هاد الطاجين غنسميوه رقم واحد، كلشي يشارك معنا في التعاليق. هاد الطاجين غنقراو التعاليق ديالكم كاملين، غناخذوهم على الاعتبار. هاد الطاجين غنسميوه رقم واحد، وهذا غنسميوه رقم جوج. زيد كلشي يشارك معنا.
غنسولكم على التفصيل هذا، اشني الزواقه اللي عجباتكم؟ هذا كيدير 1400 ريال. هذه غنسميوها رقم 3، وهذه غنسميوها رقم 4. زيد غنسولكم على هاد الكيسان شكون اللي عجبكم. هادي غنسميوها رقم 5، وهادي غنسميوها رقم 6. واخيرا غنسولكم على التفصيل هذا، اتكتبوا لينا اللي عجبو الكحل غيكتب رقم 7، واللي عجبو الابيض غيكتب رقم 8. يلا شاركوا معنا في التعاليق رقم 1 2 3 4 5 6 7 أو 8. ما تنساوش الاخوان طاقيو لينا صحابكم، طاقيو صحابكم في لي كومونتير باش حتى هما يدخلوا يتفرجوا في هاد لي بروموسيون. كاين عروض زوينه في محلات اواني شعيب، كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. الناس راه كيجيو من فاس، من مكناس، من المدن ديال المغرب كامل. حتى نتوما اللي كتشوفوا دابا اللايف مرحبا بكم. الجمعه والسبت والحد غنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. لا بروموسيون مازال مستمره، ولكن السلعه كتقاده. كاين لا بروموسيون مازال كاينه، ولكن كاينين ديزارتيكل اللي كيتقاداو. يعني الا شفتي شي حاجه وعجباتك تقدر تجي لها مره اخرى، ممكن تلقى لي بروموسيون زوينين، ولكن ديك البيازات تلقاها تقادات. مثلا الا انت واقف على قراعي ديال العطريه، كاين عندنا هاد القراعي اللي كيديروا غير 170 درهم، تقدر تجي لهم مره اخرى ما تلقاهمش. هما ثلاثة ديال الطبقات 170 درهم، وديال إينوكس 190 درهم. كيف قلنا لكم الإخوان، كاينين عروض زوينة صراحة. مرحبا بكم، ما تنساوناش بالدعم، عطيونا جيم والبارطاج، لانني دائما تنقول لكم الدعم ديالكم مهم جدا بالنسبه لنا. الدعم ديالكم هو اللي كيعطينا دائما الطاقه الايجابيه باش نجيبوا لكم الجديد. قد ما بارطاجيتوا اللايف قد ما حنا كنقدروا نتموتيفاو اكثر ونجيبوا لكم الجديد. قد ما عطيتونا جيم وبارطاجيتوا اللايف قد ما كنقدروا نعطيكم سلعه زوينه ورخيصه. جيم وبارطاج كتخلينا نجتهدوا اكثر. كلشي عطينا جيم في هذا اللايف لاننا كنتواصلوا معكم باللايف. اللايف هو اللي كنتواصلوا معكم به، اللايف هو اللي كنقربوكم وكتقربونا منكم. اللايف ديال اواني شعيب هو اللي يدخل لكل البيوت المغربيه من طنجه حتى للقويره. بالدعم ديالكم، بجيم ديالكم، بالبارطاج ديالكم، ها هو الدليل. شوفوا الدليل، شوف اللايف يلاه دار غير نهار واحد شافوا 692 الف واحد، قريب المليون. 12000 جيم، عدد كبير بزاف ودعم كبير بزاف. تنقول لكم شكرا لكل رجل مغربي، كل مرأة مغربية، كل شاب مغربي، كل شابة مغربية كتدعم وكتساعد وكتبارطاجي اواني شعيب. الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نجيب لكم جديد، ومازال ان شاء الله المستقبل احسن وافضل واحلى مع اواني شعيب. وكيف كنقولوا اوان مع اواني شعيب، مش حتقدر تغمض عينيك. وهذا شعار ديال الروطانه صراحه، ماشي ديال اواني شعيب ياك. مع اواني شعيب مش حتقدر تغمض عينيك. واحد السيده قالت لي ماما، واحد البنت مجوزه عندها وليداتها، قالت لي ماما كتفيق مع ثلاثه الصباح تتفرج في اللايف، كتفرج فيه دابا وكتعاودوا مع ثلاثه، كتستمتع بهاد المعنات الزوينين وبهاد الرخاء وبهاد الجديد، كتستمتع بهاد المعرة. الناس كيحماقوا على المعن. دعموا اللايف الاخوان بجيم جيم 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 جيم. يلا زيد الاخوان كلشي يدير لنا جيم، بغينا هاد 3000 تولي 4000 لايك. الى 200 واحد دار جيم غنوصلوا ل 4000. يلا ديروا جيم هنا مره واحده، جيم جيم، كلشي يدير جيم هنا. 2000 واحد، الى درتو 2000 واحد جيم غنوصلوا لهنا 4000. زيد 4000 و 3686، 3698. شوف لي جيم، شوف
3900 زيد 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 كلشي كلشي يدير جيم هنا جيم 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 3021 زيد 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 جيم هنا 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 3930 3940 باش نوصلوا 4000 زيد 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 3945 يا سلام بطريقة قوية جدا كيطلعوا لي لي جيم زيد 3978 دابا غنشوفوا 4000 جيم هنا وغنقول لكم أحبكم أحبكم بصراحة بزاف الرجال كيتفرجوا في اواني شعيب والشباب ولكن تنقول تحيه للمراه المغربيه الداعم الرسمي لاواني شعيب دابا غنشوفوا 4000 انا متاكد انا كنتيق فيهم فوق من او 4028 لايك شكرا لكم بزاف سيداتي سادتي الافاضل وبهذا غادي نخليكم في هذه اللحظات ونقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم على البارطاج ديالكم على لي جيم ديالكم غدا ان شاء الله نتلاقاو معكم من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل هذا هو اواني شعيب البرنوصي حنا جينا مقابلين مع الظهر الوراني ديال النيابه غدا كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 الليل والحد والسبت كنحلوا من 10 حتى 10 الليل وهاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا دابا كاينه في المدينه في القريعه في الحي المحمدي وهنا في البرنوصي ما تزقلوش هاد لا بروموسيون الناس اللي يلاه دخلوا دابا اللايف سمحوا لينا عاودوا تفرجوا في اللايف من الاول باش تشوفوا السلعه كامله حيت انا دابا غنمشي نضرب واحد الطليله على الناس ديال الانستغرام ندير معاهم لايف وانا معاكم اللي بغى يجي عندنا الانستغرام مرحبا به اواني نقطه شعيب يلا يلا اللي بغى يجي عندنا الانستغرام يكتب اواني نقطه شعيب يلا دابا 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 شو عندنا الانستغرام وحمزه كيقول لكم مرحبا بكم عند اواني شعيب المدينه شكرا عند اواني شعيب المدينه البرنوزي شكرا بسلام عليكم وكل شيء بارتاجي اللايف